السلام عليكم ورحمة الله، نشرة جديدة من أخبار الكرة العراقية. أهلا وسهلا بكم. باشر منتخبنا الوطني العراقي تدريباته على ملعب نادي الكرخ استعدادا لمواجهتي تايلاند بالثلاثين من هذا الشهر والإمارات بالخامس من الشهر القادم ضمن تصفيات كأس العالم، وقبلها مواجهة سوريا الودية في ماليزيا. التدريبات التي قادها المدرب باسم قاسم شهدت حضور بعض اللاعبين المحليين فقط، ذلك بسبب التزام اللاعبين المحترفين مع أنديتهم. واجه يوم غد الثلاثاء نادي الزوراء نادي نفط الوسط في نهائي كأس العراق على ملعب الصناعة في الساعة 4:30 عصرا، وستكون منقولة على قناة العراقية الرياضية. يذكر أن الزوراء تأهل للنهائي بعد أن تغلب على بغداد بثلاثة أهداف مقابل هدف في نصف النهائي. وفي المباراة الثانية تمكن فريق نفط الوسط من الوصول للمباراة النهائية بعد تغلبه على فريق الميناء بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق. نبقى مع أخبار النهائي وتعليقا على اقتراح وزير الشباب والرياضة بخصوص نقل مباراة نهائي كأس العراق إلى ملعب نيسان الدولي بدلا من ملعب الصناعة. أكد عضو الاتحاد العراقي لكرة القدم كامل صغير استوديو الجماهير: لا نسمح لا للوزير الشباب ولا لأي شخص بالتدخل في عمل الاتحاد، وإن كان لوزير الشباب باهس في كرة القدم فليرشح انتخابات رئاسة الاتحاد. عين الاتحاد الآسيوي لكرة القدم طاقما تحكميا أردنيا بقيادة الحكم أدهم مخادمة لقيادة مباراة منتخبنا الوطني العراقي أمام الإمارات في الأردن يوم 5 أيلول المقبل ضمن الجولة الأخيرة من تصفيات كأس العالم التي خرج من حساباتها منتخبنا. أما عن أخبار مباراة الأساطير، وفي كتاب رسمي أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم أنه يرفض مشاركة اللاعبين الغير معتزلين في مباراة الأساطير المقررة إقامتها في البصرة الشهر المقبل. وأوضح عبد الخالق مسعود: ممانعة الفيفا جاءت لأسباب تتعلق بأن المباراة المذكورة تدخل في حيز الكرنفالات والمباريات الاستعراضية، ولكن في حال تواجد عدد من اللاعبين الذين لم يعلنوا اعتزالهم بشكل رسمي ستدخل في إطار المباريات الدولية الودية، الأمر الذي يتطلب موافقات رسمية أخرى لغرض المذكور. أكد مدير شركة عشتار النقل التلفزيوني محمد هيجل أن هناك بعض الأشخاص قام بإرسال رابط عن تفجيرات البصرة إلى بعض اللاعبين الأساطين لغرض إخافتهم وثنيهم عن قرار المجيء إلى العراق، وسيعلن عن الأسماء بعد المباراة، وأكد أن المباراة الأساطير ستقام رغما عنهم.